السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أهل الجاهلية يزعمون أن أعمال الحج تنتهي بانتهاء يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، فكانوا يتوجهون إلى منى في أيام التشريق، وكانوا يشغلون أوقاتهم بالتفاخر ومغازلة النساء، فأنزل الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات محصيات قلائل، هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. والتشريق ما هو إلا طريقة لحفظ اللحوم بوضعها في جهة المشرق، جهة شروق الشمس، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحفظ وتجفيف اللحوم وتصبح لحوم مقددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة من حصى الجمار في أيام التشريق ويقول: الله أكبر. وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يكبران في منى في أيام التشريق في كل وقت. فالإكثار من ذكر الله يرفع الدرجات ويمسح السيئات. وكان العرب في الجاهلية فريقين، فريق يتعجل وفريق يتأخر، وكلاهما يتهم الآخر بأنه آثم. قالوها جهلا ولم يعلموا أن الأعمال ليس بقلتها ولا بكثرتها، ولكن بالتقوى. فمن تعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار فلا إثم ولا ذنب عليه، ومن تأخر فبات بمنى ورمى الجمرات في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا إثم عليه لمن اتقى الله عز وجل. والتأخر أفضل بشرط تقوى الله عز وجل من وجهين: لأنه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ولأنه أزود في العبادة. وعمل قليل مع التقوى خير من عمل كثير بلا تقوى، فدراهم معدودة صدقة مع التقوى خير من ملايين بلا تقوى، وركعتين في جوف الليل مع التقوى والإخلاص خير من عشرات الركعات بلا تقوى ولا إخلاص. واتقوا الله وخافوا الله أيها المسلمون وراقبوه في كل أعمالكم. واتقوا الله بعد حجكم ولا تكونوا كأهل الجاهلية إذا انفضوا من الحج رجعوا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون. فتقوى الله ليست حصرا في الحج، ولكنها في كل وقت وعلى العموم. واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون بعد موتكم للحساب والجزاء، وكما حشركم في الحج وأنتم لكم اختيار فسيحشركم يوم القيامة وليس لكم أي اختيار. جزاكم الله خيرا. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.